سبحانه وتعالى فيها الحق ويظهر فيها وعد الله سبحانه وتعالى للخلق أجمعين، حق يظهر فيها ربنا سبحانه وتعالى كل ما هو حق في يوم، يبقى هي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور، وبعدين يأتي الجزاء على الأعمال، وبعدين كررت الحق وما أدراك ما الحق، تفخيم شأنها، تعظيم لهول الحق، وهي الساعة اللي قلنا بتحق فيها الأمور. فهناك حق يجب أن احنا نفهمه. الدنيا مش لعب، لازم تعرف، ولا لهو ولا لعب ولا زينة ولا تفاخر، لا، في حق لازم احنا نفهمه وننقل الحق دوت لإيه؟ يا كل أب وكل أم للي وراءك، أولادك أو المربي للي وراءه. طب واللي كذبوا بالحق؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كان إيه؟ تكذيب، ما ينفعهمش في شيء. القارعة اللي هي إيه؟ اللي هي الحق يوم القيامة، اسم تاني. ليه الحق قرعا؟ يحصل في الحق دي يوم القيامة قرع، يعني زيادة في وصف شدة اليوم ده، وبيان ان هؤلاء الكاذبين دول اللي كذبوا واهملوا وتركوا وغفلوا وازدادت غفلتهم حتى وصلوا للتكذيب، كان هلاكهم على الله يسير. فأما ثمود، يلا بقى، فأهلكوا بالطاغية. ثمود قوم سيدنا مين؟ قوم سيدنا صالح، أهلكوا بالطاغية، وقع عليهم أمر، خلاص تجاوزوا الحد فيه، يلا. طب وأما عاد اللي هم قوم سيدنا هود عليه السلام، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم ريح شديدة، شديدة البرد، عاتية متجاوزة الحد، هبوبها شديد وباردة، سخرها ربنا، سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم. ويحصل بقى ايه؟ حسم الامر، استؤصلوا تماما، انتهوا ليه؟ فترى القوم فيها صرعى هلكا كانهم اعجاز نخل خاويه. تشبيه، شفتوا الحال عامل ايه؟ النخل خلاص بقى خاوي، ومات النخل من شده الريح. يقول لك العلم ان الريح دي كانت تدخل في افواه الكافرين دول المكذبين وتخرج من ادبارهم، وهي داخله بتقطع الاحشاء اللي جوه وتطلع من الدبر. انتهى امرهم خلاص، ذهب القوم دول. وثمود واللي ربنا اهلكهم بالطاغيه، وربنا ذكر ان الطاغيه دي صاعقه، صواعق اهلكتهم، وعاد اهلكوا بالريح، وربنا وصف الحال دوت، حال الريح، ان هم وجدوا ايه؟ انجزوا واللي عملوا والبنيان اللي بنوه والحضاره اللي عملوها. لا، هل سمعت قصه ثمود وعاد؟ طيب ما سمعت وشفت اللي عملوه، هل ترى لهم من باقيه؟ لا والله يا رب، والله لم نرى لهم من باقيه، والبيانات والعملات والصواريخ والطيارات وحاملات الطائرات لم نرى ولم نسمع لهم. كل سور القران بتقول كده، الناس اللي كانوا من قبلهم، عشان ده العظه، من كان قبلكم كانوا ايه؟ موجودين.